جوجل بدأت تخطر مستخدمينها في مصر بتحصيل ضريبة القيمة المضافة اللي هي 14% على السيرفيسز بتاعتها جوجل سيرفيسز. فبالتالي أي حد يعني عامل زي أي سبسكريبشن ليوتيوب اللي هو البرايم أو تقريبا اسمه يوتيوب بريميوم بريميوم، بريميوم يس يس. فلو اي حد عنده يوتيوب بريميوم، اي حد عنده جوجل سيرفيسز ذات بايد، لو انت بتدفع لاي حاجه لجوجل فانت هيبقى في اكسترا ضريبه مضافه 14%، وجوجل بتختار كل المستخدمين بتوعها ان هم يبعتوا او يتواصلوا علشان يعني يبعتوا لهم ايه الرقم الضريبي بتاعهم بحيث ان هم يقدروا يعملوا كولكشن للضرائب. ف يعني هي مثلا زي امازون والكلام تبع جوجل اظن، انا اظن امازون بس. امازون وكده تبع جوجل، بس هما هنا الفوكس بتاع الجوجل سيرفيسز اللي هي خدمات جوجل اللي انت بتستخدميها على التليفون او على التلفزيون، زي زي يوتيوب اللي هو اوكي البريميوم، زي لو انت بتعملي اي purchases لاي سيرفيسز، يعني مثلا لو انت واخده اكسترا مساحات اكسترا على التليفون بتاعك اوكي لجوجل فانت بتدفعي، فانت هتدفعي كمان عليها ضريبة القيمة المضافة اللي هي 14%. بس هو يعني جزء من ان هي الدولة اوريدي يعني عايزة ان هي تعمل الموضوع ده، ان كل حد بيستخدم اي سيرفيس بيدفع ضريبة قيمة مضافة. فبالتالي يعني جوجل هي كمان دخلت في الموضوع ان هما بيبقى فيها سيرفيسز اونلاين وبتنادي يعني ان الناس تتواصل معاها عشان يدفعوا الضريبات. I'm not joining YouTube Premium anytime soon. انا معرفش بقى هل ده هي apply برضو على الابليكيشنز اللي بتشتريها من جوجل ستور، اظن اه. هيبقى كل ابلكيشن ممكن نشوف التفاصيل يعني، ولو احنا I hope not. I hope not يعني، تخيلي انت تشتري ابلكيشن مثلا بتحبي تدفعي على حاجة فلوس وعليها 14% برضه، يعني ده هيبقى شوية مكلف حبتين.